بإرادة عالية استطاع الشاب المهندس عبد الرزاق فارس من كلية الهندسة الكهربائية في جامعة حلب تصميم وتصنيع آلة مؤتمتة للحفر على الخشب CNC بمواصفات قياسية عالمية، حيث تم اختبار الآلة ولاقت نجاحا كبيرا لدى الصناعيين. الآلة كانت ثمرة مجهود مشروع قفزة اللي هو مدعوم من منظمة UNDP. طبعا المشروع بلشت فكرته بأنه تطوير عن مشروع التخرج. عملنا دراسة عملية للمشروع من الناحية الاقتصادية ومن ناحية حتى الزبائن تقبل السوق لهذا النوع من الآلات. البيئة الصناعية بحلب كتير حفزت أنه نطلق هالمشروع. بلشت بالتصميم الميكانيكي للآلة، عملت دراسة ديناميكية للمحركات وللسرعات، أطلقت الآلة من حوالي 3 شهور، عملنا تسويق للآلة. يتم إنشاء التصاميم المطلوبة على برامج خاصة ثم إعطاء الأمر للآلة لتنفيذ الشكل المطلوب على الخشب والبلاستيك، والتي تتميز باستطاعتها الحفر لأي شكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، ليتم في المرحلة الثانية تحديد مراحل عمق الحفر والسرعة ثم تنفيذ الحفر عبر الكود المحدد لذلك. منبلش بتصميم الشكل المطلوب كان أشكال هندسية أو زخارف على برامج تصميم ثنائية الأبعاد. بهذه المرحلة من شكل الشكل المطلوب في عنا مرحلة يعني عبر برامج اسمها الكام. طبعا كنترول الآلة دوره بالمرحلة اللي بعدها هو أنه يحول هالشكل أو هاي الشكل المطلوب لنبضات للمحركات حتى تتحرك بتناسق معين حتى تشكل الشكل المطلوب. نجاح المهندس فارس بصناعة هذه الآلة دفعه للبدء بتصميم آلات أخرى بسبب ما يحققه من توفير مقارنة بالآلات المستوردة وصعوبات الشحن بسبب تداعيات الحصار الاقتصادي. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.